أعزائي الدارسين، أنا بحضراتكم في لقاء جديد ومتجدد لمقرر إعداد وتخطيط الوجبات الغذائية 808 دكتور صلاح أبو ريا. توقفنا في المحاضرة السابقة عند حسابات الطاقة، وعرفنا يعني إيه تمثيل قاعدي، وعرفنا يعني إيه احتياجات، ويعني إيه توصيات. إحنا كنا بنتكلم عن الاحتياجات اليومية، وقلنا الاحتياجات بتمثل الحد الأدنى لاحتياجاتك من عناصر الغذاء المختلفة. والحقيقة ما قلناش عن التوصيات اللي هي ريكومندد. التوصيات في بعض الدول تقول لك أنا هحط لك الجدول إن لو خدته يضمن لك صحة يعني معقولة. في دول تانية تقول لك لا، أنا عايز أدي المواطن بتاعي توصيات لو خدها يتمتع بقى بالصحة الجيدة ويبقى راجل يعني كده صحته هايلة، مش مجرد إن هو يا دوبك محافظ على حياته وعايش على الكفاف، لا يبقى متمتع بالصحة الجيدة. وده فرق ما بين جداول تحديد الاحتياجات وجداول التوصيات. خلصنا من دي؟ اتكلمنا بعد كده عن الديلي ريكوايرمنتس بتاعت الطاقة، عرفنا تمثيل الطاقة. طبعا تمثيل الطاقة ده بيتم جوه الجسم عن طريق حرق الكربوهيدرات أساسا، وحرق الدهون عند اللزوم، لأن لو عندك الجسم بالنسبة له أسهل حاجة عنده يسترج الجلوكوز أو الجلايكوجين في العضلات كمصدر للطاقة. طب هو ما عندوش يبتدي يروح منين؟ أنت دلوقتي ما أكلتش وما فطرتش ومحتاج إنك أنت طاقة عشان تشتغل، فالجسم بقى يبتدي يضطر انه يستخدم الدهن المخزن جوه جسمك عشان يتخلص منه على شكل طاقة. اللي الجرام راحت فيه بيدي 9 سعر حراري، والكربوهيدرات بتدي 4 سعر حراري. هو ممكن الجسم يستخدم البروتين كمصدر للطاقة؟ والله لو مفيش كربوهيدرات ولا دهون يبقى نخش على البروتين. طب انا ما اخدش بروتين، اخد بقى بروتين اللي في جسمي استخدمه، ودي حالات مرضية بقى. لكن في الحالات العادية المفروض ان البروتين بيستخدم كمصدر للبناء، واللي زياده بيطلع مع اليوريك اسيد، ويبقى ده يبقى على الكلى زي ما اتفقنا قبل كده. احنا وقفنا بقى المره اللي فاتت عن عرفنا التمثيل القاعدي وبنحسبه ازاي، ودخلنا على المجهود اليومي بوفر له طاقه ازاي من بذل مجهود مختلف، وخدنا الجدول اللي كان موجود في المذكره وقال انك المجهود اللي بتعمله في ال 20 ايتمز الموجودين دول كل واحد فيهم لو عملت لمده ساعه تستهلك قد ايه. وقلنا عشان خاطر تحسبها لو انت بقى نظامك مختلف عن الموجود هنا تقسمه على 60 يجي لك بالدقيقه، وتبتدي تحسب لنفسك بقى الجزء المهم قوي قوي اللي جاي ده. انت في اليوم 24 ساعه خلاص، في منهم 8 ساعات نوم دول راحوا في التمثيل القاعدي، حسبتهم هناك ولا هتحسبهم هنا؟ ده هيخش في حسابات الطاقة بتاعتك عشان تحسب انت محتاج كام كيلو كالوري في ال 24 ساعة. احنا هنا لو تفتكروا كنا حسبنا ساعات النوم وطرحناها، هنا بقى ممكن نحط على ساعات النوم لو انت نايم بتستهلك كام كيلو كالوري. نركز بقى مع بعض في الحتة دي، لان احنا قلنا الحرق بتاع او المجهود اللي انا محتاج احرقه عشان اتخلص من الطاقة او احتياجاتي من الطاقة تبقى في ال 24 ساعة. ال 24 ساعة دول متوزعين ازاي؟ 8 ساعات مثلا نوم، وعندك مثلا 4 ساعات مثلا بيبقى فيها مجهود خفيف، وعندي ساعتين مثلا جاري، وعندي ساعة مذاكرة مجهود ذهني، وعندي ساعتين قدام التلفزيون، يبقى دي كام؟ 8 و2 10 12 13 و4 17، يبقى باقي عندي 7 ساعات. 7 ساعات قول مثلا كمان 4 ساعات مجهود متوسط، وعندي 3 ساعات التانيين برضو مجهود خفيف. هنا لما تيجي تجمع بقى 8 و4 12 و2 16 17 و2 19 و4 23، ايه ده؟ لا 8 و4 12 12 و2 14 14 و1 15 و2 17 17 و4 21 21 و3، يبقوا 24 ساعة. ارجع بقى للجدول اشوف ده ممكن يكون بعمله بالساعة او بالدقيقة، اقول مثلا 20 دقيقة او 30 دقيقة او 35 دقيقة، دي راجع عليك انت.
فلازم الكلام ده تعمله مع الشخص اللي عندك، تعمله لنفسك يا للمريض اللي جاي لك. طيب دي بقى بتحتاج كام كيلو كالوري في 8 ساعات دول؟ يبقى دول اللي هو عدد الكيلو كالوريز اللي استخدمتها لي او مطلوبه للنوم او مطلوبه للمجهود الخفيف او مطلوبه للجري او المذاكره. يبقى هنا في 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 هيديني كام كيلو كالوري لهذا المجهود لهذا الزمن؟ يطلع كده في النهاية اقول التوتال هو مثلا 2000 كيلو كالوري. ال 2000 كيلو كالوري دول في ال 24 ساعة دول، وانا عندي كمان بيزل ميتابوليزم طلعتهم 1600 كيلو كالوري، يبقى انا احتياجاتي مثلا 1600 زائد ال 2000 يبقى 3600 كيلو كالوري في اليوم لو كنت بمارس هذا المجهود. واضحه دي؟ فانا استطيع ان احسب احتياجاتي اليوميه من الكيلو كالوري بالساعه او بالدقيقه. نيجي بقى النقطه الثانيه مهمه بعد كده، انا طلع في اليوم احتياجاتي 3600 كيلو كالوري، عشان انا راجل رياضي مثلا بحتاج في اليوم اللي هو ال 24 ساعه دول. هقول ايه بقى؟ انا فاكرين لما كلمنا على البي ام اي وقلت انا عايز اخس كام وحده وطلعوا كام كيلو جرام؟ انا لو حسبت او ضربت 1.8 فاكرين الطول ساعتها بالمتر مربع في 1.8 ويطلع كام؟ يبقى هنا هنقول 4 و8 و4 12 و1 2 2 1 3 كده يطلع 3.24%، اذا كان صح يعني 8 × 8 = 64 طبعا 6 × 8 = 1 8 × 6 = 14 1 × 8 = 8 1 × 1 = 1 يبقى 4 و8 و4 = 12 1 2 2 1 يبقى 3. عندنا علامة بعد 2 يبقى 3 و2 = 10 هضربهم في 3 عشان احسب الكيلو جرام. 3 × 4 = 12 2 معانا الواحد نزل 6 × 1 = 7 3 × 3 = 9 بقى انا المفروض محتاج ان انا اخس تقريبا 10 كيلو. زي ما اتفقنا قبل كده المفروض في الشهر اخس 6 كيلو. يبقى ال 10 كيلو دول اخسهم في قد ايه؟ شهر ونص تقريبا، شهر ونص. ما جيش بقى افرح نقول لك انا ممكن انزل لك ال 10 كيلو دول في 10 ايام او انزل لك ال 10 كيلو دول في 15 يوم. الكلام ده مش صحيح ومش مظبوط وليه اثار سلبيه مش كويسه حتى من ناحيه السيكولوجيه زي ما هنعرف بعد كده. ناس بيحصل لها مشكله ويبقى قاعد بيمارس مجهود عنيف جدا عشان يخس بسرعه في الفتره دي، ويجي بعد ما ينتهي الفتره دي يبقى شره للاكل ويزيد اكتر مكان الاول. فاحنا بنفضل ان العمليه تمشي جراديولي حتى لو هتطول في المده مش مشكله، بس هحقق الهدف بتاعي. فانا هحتاج ان انا ارقص 10 كيلو جرام. ال 10 كيلو جرام دول يعني كام جرام؟ ايه هو كيلو فيه كام جرام؟ 1000 صح؟ يبقى 10 × 1000 ب 10000 جرام دهن لازم انقصهم. صح؟ 10000 جرام دهن هنقصهم. احنا قلنا هننقص ال 10000 جرام دهن دول اللي هم حسبناهم من هنا في خلال قد ايه؟ 90 يوم اللي احنا قلنا شهر ونص، شهر ونص يبقى كده اسف 45 يوم. صح؟ 45 يوم. ال 45 يوم دول لو انا عايز اخس فيهم 10000 يبقى في اليوم هخس كام جرام دهن؟ هقسم ال 1000 ال 10000 على 45 هيديني كام؟ 100 على 45 فيها الاثنين تقريبا ويبقى باقي عندي 10. يبقى في الحاله دي
حوالي 220 جرام دهن في اليوم. لذا كده طب 220 في 45 او 45 في 220 صفر، و2 في 5 ب 90، و90 صفر 9 9 تمام كده. هيبقى حوالي 100 جرام، هم 99، يبقى حوالي 100 جرام في اليوم. 100 جرام في 45 يوم، لا مش صح، انا معيش كالكوليتر، انا عايز احسب. ادوني كده فرصة اطلع قاسم. anyway عشان برضو ما نضيعش الوقت، حاسب من 10,000 دول على ال 45 يوم هيديني كام جرام دهن في اليوم المفروض اخصهم. الكام جرام دول سبوز مثلا افترض ان هم طلعوا 100 جرام دهن، دول يعني كام كيلو كالوري؟ اضرب في كام؟ في 9، يبقى عباره عن كام؟ 9 في 100 900 كيلو كالوري فرضا، يعني جدلا 900 كيلو كالوري فوق يوم عشان اتخلص من الكام جرام دهن اللي المفروض اخصهم دول في اليوم. ال 900 جرام دول لو انا فضلت، انا قلت احتياجاتي قد ايه لو انا عملت المجهود ال 24 ساعه دول، قلت 3600 كيلو كالوري، يعني المفروض اكل دول عشان العب او استهلك ال 24 ساعه اللي انا قلت عليهم قبل كده. المجهود اللي انا قلته في ال 24 ساعه لازم اخد من بره 3600 كيلو كالوري. طب لو انا عملت نفس المجهود بس بدل ما اخد الاكل اللي فيه 3600 كالوري طلعت منهم 900، يبقى الباقي كام؟ 2700. فانا هعمل نفس المجهود بتاع ال 24 ساعه ده، بس بدل ما هاكل 3600 كيلو كالوري هاخد بس كام؟ 2700 كيلو كالوري. يبقى انا في الحاله دي نقصت كميه الاكل اللي انا باخدها، نقصت كميه الاكل اللي انا باخدها عشان اقلل من كميه الكالوريز اللي انا باخدها عشان احرق من جسمي ال 900 كيلو كالوري دول من الدهن اللي متخزن عندي جوه. لان لو مشيت على هذا النظام لمده 45 يوم هضمن في نهايه المده ان انا تخلصت من كميه الدهن اللي كانت المفروض انا اشيلها من جسمي اللي هم ال 10 كيلو في 45 يوم دول. ده الاساس العلمي بيقول كده. هيقول لي طيب لما هقلل الكميه دي بقى هقللها ازاي؟ هقول له والله انت لو بتاخد الوجبه بتاعتك مثلا فيها دهون وفيها كربوهيدرات وفيها بروتين، انا المفروض عارف التركيبه دي. فلو انا على سبيل المثال باكل في الوجبه بتاعتي 100 جرام دهن، طب ما اقلل شويه من الدهن اللي عندي بكميه السعرات اللي انا باخدها دي، او باكل كربوهيدرات كتير، طب ما انا اقلل شويه من الكربوهيدرات اللي باخدها دي. فتقليل الدهون اكتر من الكربوهيدرات هيقلل جدا من كميه السعرات اللي انا باكلها. هل ده معناه بقى ان انا امنع حاجه خالص، اقول لك ما تاخدش دهون خالص؟ لا، هقول خد دهون بس قلل كميه الدهون شويه، خد كربوهيدرات بس قلل الكربوهيدرات شويه. هنا عندنا تو ويز، ممكن ما اقللش في الاكل خالص واستمر على نفس الاكل اللي انا باكله عشان انا بحب الاكل ده. هقول لي طب ما ايه البديل؟ احنا قلنا عندنا في معادله بتقول ان في طاقه داخله وفي عندي طاقه خارجه، مش كده؟ اذا كان اللي داخل قد اللي خارج ماشي يبقى في ثبات، اذا كان اللي داخل اكتر من اللي خارج يبقى في تخزين، اذا كان اللي خارج اكتر من اللي داخل يبقى في نقص. هلجأ للحته دي بقى عشان عندي ال 24 ساعة في منهم 8 ساعات نوم مثلا، أو في عندي 4 ساعات مجهود خفيف وفي عندي 4 ساعات مشي. طب أنا بدل ما أخليهم 4 ساعات مشي هخليهم ساعتين مشي وساعتين جاري، وعندي 4 ساعات مجهود عندي ساعتين مجهود عنيف بدل ما هيبقوا ساعتين هخليهم 3 ساعات. فأنا هعدل في البرنامج اليومي بتاعي بتاع المجهود، خصوصا إن أنا شاب
وعندي طاقه ورياضي وممكن اعمل العمليه دي، في الحاله دي هزود من احتياجاتي من غير ما اخد اكل زياده. لكن الاكل اللي انا باكله هو هو، بس انا زودت من حجم المجهود اللي انا بعمله اللي بيخليني احرق كميه اكتر، وبالتالي انا ثابت على كميه. فانا عندك بقى اختيارين، يا تقلل كميه الاكل اللي بتاخدها من حسب محتواها من السعرات، يا اما هتزود من المجهود بتاعك اللي انت حرقت بيه عشان تحافظ على نفس الكميه اللي انت بتاكلها في الاكل. ما نجيش نمنع ونقول لا مفيش اكل. وعلى فكره عمليه التدريج في خفض كميه الاكل، لو انت هتاخد النظام الاسهل اللي ما تاكلش اكل بيحتاج منك عزيمه قويه، والله انا باكل كل يوم رغيفين، طب ممكن تخليهم رغيف ونص وبعد شويه تخليهم رغيف؟ ماشي. ممكن تخليه بعد كده بدل ما اجي مره واحده اقول لك بدل ما تاكل رغيفين خد ربع رغيف، مش هينفع. بدل ما تاكل طبق رز كبير خد اتنين بوله رز، برضه مش هينفع. لكن اقول لك بدل ما تاخد ثلاث معالق سكر في الشاي حط معلقتين بس، وبعد ما تتعود عليهم قلل كمان خليهم معلقه ونص، وبعدين خليهم معلقه واحده. انت بتاخد ثلاث كوبايات شاي في اليوم، فقلل اول كميه السكر، وبعدين قلل كميه الشاي اللي تشربها او المشروبات اللي بتحتوي على سكر. بتاكل شوكولاته في اليوم، باكل شوكولاته خليه نص. انت بتحب الشوكولاته؟ اه خلاص خليه نص وبعدين خليه ربع. بتاكل رغيف عيش كل يوم كبير؟ لا، قسمه كده اربع ارباع، الاول قسمه اربع ارباع وشيل الربع، تمام. تاني يوم او تالت يوم هتلاقي نفسك اتعودت على انك تشيل ربع، قسمه ثلاث تلات وشيل تلت، فبدل ما كنت بتشيل ربع بقيت تشيل تلت. بعد شويه قلل نصين وخد نص وكفايه نص، وهكذا. فاقصد ان عمليه المنع ما تجيش دايركتلي جاست او سادن تشينجز، ما تعملش تغير مفاجئ، خليها جرادولي، لان دي بتراعي الحته السيكولوجيه للشخص اللي قدامك. ما تجيش تقول له النهارده الشاي عندك فيه ثلاث كوبايات ثلاث معالق سكر عشان تنظم بقى وتبقى كويس من غير سكر خالص، مش هيقدر يشرب الشاي ولا ينيل الشاي وقيل عن سلتفيل اللي عمله البرنامج. لا، انا اقول له انت بتاخد كام معلقه سكر في الشاي؟ ثلاثه. ممكن تخليهم اثنين ونص؟ بكره هستاذنك خليه اثنين بس، وهتلاقي الموضوع بالنسبه لك طبيعي. بعد ثلاث اربع ايام ارجوك خليهم معلقه ونص بس، بلاش اثنين، وهكذا. زي ما قلنا في حكايه العيش، زي ما هنقول في حكايه الرز. دي العمليه المثلى اللي بتراعي سيكولوجيه المريض او سيكولوجيه الفرد اللي هو العميل اللي بيتعامل معاك، عشان عندك مصداقيه، وابتدي شوف الريسبونس بتاعه بقى شكله ايه، الاستجابه بتاعته بقت شكلها ايه. الموضوع ده مش جايب معاه نتيجه انك بتقلل الاكل بتاعه. شوف بص في نوعيه الاكل، هو بياكل حلويات كتير بين الوجبات، بياخد حاجات فيها دهون ايس كريم، وهو مش فاهم ان دي ممكن تبوظ له الدنيا. فلازم تبقى عارف كل البيهيفيرز بتاعته وكل الفود هابس بتاعته ماشيه ازاي، عشان انت اللي هتقوم له هذا السلوك. بس انا كان يهمني في الاول تعرف الكالكوليشن بتاعت الحكايه دي بتتم ازاي، بتحسبها ازاي، ما هيش عشوائي. وما ينفعش هذا النظام تعمله ليا ولابراهيم ولمحمود ولعلي، لان انا صحيح انا نفس الجسم واحد والبودي فريم واحد بتاعنا والبودي ماس انسك بتاعنا، بس هو خلي بالك هو بيلعب في نادي الاهلي وانا راجل مفكر قاعد على ما بلعبش. فالرياضه بتفرق، المجهود بيفرق. هو ساكن وهو ما عندوش عربيه وانا عندي عربيه، فانا ما بتحركش كتير، هو بيتحرك اكتر مني، فما تقدرش تطبق نفس النظام علينا احنا الاثنين. ومن هنا جه حته ان التغذيه عمليه فرديه. فلما يكون شخص جاي لك وهو عنده اوفر ويت او اوبيستي وبيدفع لك فلوس عشان عاوز يجيب نتيجه، ما تضحكش عليه. عامله باساس علمي، فهمه ان العمليه دي تحتاج تعاون من احنا الاثنين، فانت هتساعدني لانك انت مش هشوفك في البيت بتعمل ايه، وعايزك تمشي معايا، وعشان انا هدي لك بكل رعايه وكل عنايه البرنامج الصح اللي يتوافق معاك، واذا ما ينفعش هغيره لك برضه، بس انا اضمن لك انك في نهايه البرنامج بتاعي هتمشي كويس. ما جابش نتيجه يا عم يبقى خد نص فلوسك، ماشي. فيعني حفزه شويه، بس مش ما تطمعوش بقى ان هو يقول لك انا مش جايب معايا نتيجه. لا، انت هو جاي لك عاوز نتيجه، هو هيدفع فلوس.
فلازم يحس ان في نتيجه. فعمليه حساب الاحتياجات يا جماعه دي من الحاجات المهمه جدا، وعندك معادلات وعندك امثله وايه الحاجات اللي ممكن تعدلها في هذا الموضوع. تمام، انت عاوز تعرف الشخص اللي بيجي لك ده بيستجيب ولا لا، عندك معايير ازاي تحكم في حاجات. بقى احنا خدنا الانثروبومتريك ميجرمنتس او القياسات الجسمانيه، انت بتقيس وزنه بتقيس طوله، او عندك في العياده جهاز تطلعه عليه وتشوف التغير في الدهون العضليه عنده شكلها ايه، والكتله العضليه عنده حصل لها ايه، الميه في الجسم شكلها ايه، كل الكلام ده لازم متابعه. هيجي لك يشتكي لك في الاول يقول لك مش جايب ما عندي والله نتيجه يا دكتور، قول له انت يعني تيجي تقعد نقعد مع بعض كده وانا عندي التيبل بتاعك وعندي الشيت بتاعتك وعندك الملف بتاعك اهو مكتوب فيه انت اكلت كده امبارح، ايه الجديد اللي عندك او ايه التغيير اللي حصل عندك في البرنامج اللي انا حطيته لك. كل هذه الامور مهمه قوي انك تبقى عارفها وتمشي عليها. في عندنا بقى موضوع تاني عشان الوقت بقى ضيق، احنا كده دي برامج التخسيس اللي عملها للاشخاص، فاحنا عرفنا من البودي ماس اندكس انا عندي قد ايه زياده في الوزن، عايز انقصهم، هنقصهم في خلال فتره زمنيه قد ايه، وبعدين لازم عارف حساباتي بتاعه الجدول اللي انا هوصفه للشخص اللي جاي لي ده من الفود كومبوننتس او الكونستيتشنز بتاعتي والكيلو كالوريز بتاعتها قد ايه، سواء بطريقه مباشره او غير مباشره، عندي اسطوانه، عندي برنامج، عندي النت، عندي تكست بوك، عندي مذكره، ابقى عارف ازاي بحسب الوجبات لو انا هصفص له وجبات بعد كده. عشان مطلوب مني اعمله ايفالويشن للوجبه اللي هو بياكلها والتغير اللي حصل في جسمه هو. بعد كده مطلوب مني اعرف ازاي احسب احتياجاته من الطاقه في اليوم، هو بياخد او مطلوب ليه كام كيلو كالوري داخل فيهم البيزنال ميتابوليزم والمجهود العضلي اليومي. المجهود العضلي اللي بيعمله في حاله الريست او في حاله المجهود. وزي ما اتفقنا في مجهود خفيف ومجهود متوسط ومجهود عنيف ومجهود شديد. وكل واحده من دول بتتحسب بالدقيقه او تتحسب بالساعه. وانا افضل بالدقيقه لان انا بعمل مجهودي ده بالدقيقه. انا ما بقعدش قدام التلفزيون ساعه او ساعتين، ممكن اقعد ربع ساعه وامشي. او اكون بذاكر ساعتين وربع. او اكون بعمل جري على الماشينز بتاعتي دي لمده 35 دقيقه او لمده 22 دقيقه. فالحسابات هنا مهمه لان هو دي اللي بيقدر يجيب معاك نتيجه اللي هي الدقه في تنفيذ البرنامج بتاعك. فبتحسب له على مدى ال 24 ساعه بتوعه احتياجاته من الطاقه قد ايه، عرفت اللي عنده ده قد ايه واحتياجاته قد ايه والمجهود اللي بيحتاجه كام ساعه او كام دقيقه، تبتدي تحول له بقى الكلام ده الى انرجي. انت بعد كده بقى عايز تخسسه كام كيلوغرام، يعني كام جرام دهن في ال 45 يوم او في الشهرين او في الثلاث شهور او في الست شهور. طيب في خلال الفتره دي معناها كده ان هو المفروض يبقى في اليوم يفقد كام جرام دهن، الكام جرام دهن دول في تسعه يديني كام كيلو كالوري، ازاي اعوض الكام كيلو كالوري اللي هيفقدهم من الوزن ده بتاع الدهن على صوره مجهود زياده او على صوره اكل نقص او بالاثنين، انقص من الدخل بتاعه او ازود من المجهود بتاعه الاكسرسايز في نفس الوقت. فانت كده عملت حاجه كويسه قوي. عاوز هو بيقول لك الله انا بحب الاكل ومش عاوز اقلل اكلي، ماشي يبقى هزود مجهودك. لا انا ما بقدرش اشتغل انا كبير في السن وعندي اعاقه في الحركه لكن ممكن اقلل اكلي، يبقى اكله. بس لاحظ لما جينا نعمل برنامج للدايت عشان اخسس التوازن في الوجبات. ما يبقاش تقول ان باكل بطاطس بس او باكل سالمون بس او تونه بس او رز بس، ما ينفعش، ده هيحصل لك مالنوتريشن اللي هي عباره عن مشاكل سوء التغذيه. وفي نفس الوقت ما اضغطش قوي وانزل لغايه مستوى الجزء بتاع المينيمم ريكوارس من الكالوز اللي هي قلنا 600 كيلو كالوري اللي هي الاكل اللي هو فقير جدا في محتواه من الطاقه. فقلنا ويبقى في تدرج في البرنامج، ولما اوصف له البرنامج يبقى فهمه ان في تعاون بينك وبينه، وتابع معاه وما ييأس، لان في ناس بيحصل لها ريزيستنس في الاول ان الجسم عايز يأقلم نفسه بس بيقاوم لغايه نبتدي يتعود، يقول خلاص انت في الصيام في الاول اول ثلاث ايام في الصيام في رمضان تتعب جدا، لكن بعد كده خلاص بقى الموضوع بالنسبه لك موضوع عادي جدا، خلاص حصل ادابتيشن هتبتدي تنزل. مع الاسف ناس كتير في رمضان بتزيد في الوزن مش بتخس، لانه بيجي فتره الفطار
ياخد اكتر مكان بياكل في اثناء الفطار. يعني ساعه بعد ما المدفع ما يضرب المغرب جدا يخش ياكل، يفضل ياكل لغايه السحور. فتجد ان كل الكالوريز اللي كان بياخده اكتر من اللي كان بياخده قبل كده. نخش في حته تانية بقى عشان برضه ننوع شويه في البرنامج، انك انت شغال في مدينه جامعيه وعايز تعمل برنامج التغذيه للطلبه. لازم تبقى عارف يعني ايه مجموعات غذائيه، يعني ايه بدائل. كل مجموعه من دول تحتيها مجموعه بدائل. العلماء اختلفوا في تقسيم نظام المجموعات او نظام الهرم الغذائي. يعني ايه نظام المجموعات ونظام الهرم الغذائي وده يساعدني في ايه؟ لازم تبقى ملم وعندك بيج راوند يعني ايه هرم غذائي ويعني ايه مجموعات غذائيه. ان الهرم الغذائي ده العلماء عملوه عشان يسهلوا على الناس، يقول لك لما تيجي تاخد او تحضر او توصف برنامج لمجموعه ولمجتمع، بص في الهرم ده هتلاقي فيه حاجات الجسم فوق بيحتاجها بكميات قليله وتحت بيحتاجها بكميات كبيره. بس ده مش معناه ان فوق اقل اهميه من اللي تحت. هم كلهم بنفس الاهميه. بس بتحتاج هنا كميات كربوهيدرات كتير ودهون قليل. فبتاخد من دي كميه قليله وبتاخد من دي كميه كبيره. بس كل مدرج من دول عليه حاجه بتمثل اهميه بالنسبه لاختيارك، لازم تختار كل دول في اي برنامج او في اي وجبه انت بتعملها للناس دول. عشان الناس ما تتلخبطش العلماء قال لك الله عشان فاكرين ان فوق اهم من اللي تحت الهرم. لا، غيروا الشكل بتاع الهرم بقى بالشكل ده. في حاجات الهرم بيبقى الناس تاخدها بكميه كبيره وكميه قليله وكميه ضئيله جدا. كلهم بارلل مع بعض، كلهم متوازيين وبنفس القدر من الاهميه، بس في واحد بكميه قليله وفي واحد بكميه كبيره. لكن نفس الاثنين مضمون، فشكل الهرم اتغير وده الاسلوب الحديث في عمل المجموعات الغذائيه. في ناس قالت لك احنا عندنا بنقسم عشان خاطر اضمن التوازن في الاكل بتاعي، بقى عندي 11 مجموعه. 11 صنف اكل موجودين. مصدر للبروتين ومصدر للكربوهيدرات ومصدر للزيوت ومصدر للدهون ومصدر للبيض ومصدر للبن ومصدر للحمه. اللي ياخد من دول كلهم طول اليوم يبقى انسان يعني يبقى صحته كويسه. في ناس قال لك لا في مجموعه السبعه، في ناس قالوا لا في مجموعه الخمسه، وفي ناس قالوا مجموعه الاربعه، وفي ناس قالوا مجموعه الثلاثه. كل دولة اختارت نظام معين ليها، او كل مجموعة علماء قالك انت حر اختار البرنامج اللي يتناسب معاك، لان ده يعتمد على الاكل اللي جوه، هل متوفر عندك ولا مش متوفر، هل سعره مناسب ولا سعره مش مناسب. والله عندك فرصة للتنوع خد دول، ما عندكش فرصة. فمعظم الناس شغالين على نظام الاربع مجموعات وقسموهم بقى، قالك مجموعة اللحوم ومنتجاتها، ومجموعة الالبان ومنتجاتها، ومجموعة الزيوت ومنتجاتها، ومجموعة الكربوهيدرات، ومجموعة الخضر والفاكهة. انت بقى في المجموعات دي لازم يبقى الاكل بتاعك مشتمل على الاربع حاجات دول او الخمس حاجات دول في كل وجبه بتاعتك، وحاطلك تحت كل واحده منها مجموعه. بس هو في الحاله دي او بديل، انت بتتكلم مثلا سي عن مجموعه اللحوم، فحاطط لك تحت مجموعه اللحوم دي كمجموعه مستقله من الخمس مجموعات، اللي هي تقول اللحوم، الدواجن، الاسماك، الطيور، منتجات اللحوم اللي هي مصنعات، يعني كذا بديل. اللي موجود عندك يحل محل التاني. وليه بيحط بدائل؟ عشان ما يبقاش في ملل. مش كل يوم لحمه، لا انا او انا ما بحبش اللحمه، او يا اخي مش كل يوم لحمه، اديني مره فراخ يا اخي، خليني مره سمك في النص. فالبدائل بيتكلم عن الحاجات اللي هي ضمن المجموعه الغذائيه الواحده وتحل محل بعضها البعض بأعداد أو أوزان أو أحجام أو كميات متناسبة. بمعنى أقول لك لو أنت خدت مثلا عدد 2 بيضة أو قطعة لحم وزنها حوالي 250 جرام أو ربع فرخة أو سمكة متوسطة. دول اللي هي الحصص من كل بديل من دول اللي تحل محل بعضها البعض بكميات او اعداد او احجام مختلفه. ده المقصود بكلمه بدائل.
عرفنا عن ايه؟ عندك رز ومكرونه وبطاطس وبدائل النشويات، عندك بدائل اللحوم، بدائل منتجات الالبان، تمام؟ فاما اعداد زي ما تقول مثلا بيضتين او ثلاث زيتونات او بلحتين او احجام، نقول قطعه واحده متوسطه او كبيره او صغيره، او اقول مثلا احجام كوبايه لبن، كوبايه عصير، او 200 سنتي، او علبه، او اي حاجه بتخش في الاوزان، 200 جرام، 150 جرام، 300 جرام. ليه؟ لان محتوى العينه دي من العنصر ده اقل منها في البديل التاني. على سبيل المثال لما يبقى عندك حاجه غذاء فيه 30% بروتين وغذاء تاني من نفس المجموعه بس فيه 50% بروتين، هتاخد من واحد، هتاخد من الاثنين كميه واحده، ولا واحد اكثر من الثاني؟ هتاخد واحد اكثر من الثاني، وده سبب الاختلاف في عدد الحصص داخل المجموعه الواحده. لكن كل هذه المجموعه على سبيل المثال بتمتاز انها غنيه في البروتين والحديد، بينما في مجموعه ثانيه غنيه في الدهون والفيتامينات زي مجموعه الزيوت، فيها فيتامينات دايما في الدهون وفيها طاقة عالية اللي هي موجودة في الدهن بتاعي. فلما اجي اعمل التقسيمة بتاعتي اختار المجموعات بالنظام اللي انا عايزه، سواء كان بقى الاهرامات او بنظام المجموعات، ونحط تحتيه نظام البدائل عشان اما اجي اختار صح. طيب ازاي بقى بيتم الاختيار؟ انت حضرتك النهاردة مطلوب منك انك تأكل مدينة جماعية او عندك مجموعة دار مسنين او حضانة فيها اطفال، او فانت بتحدد المجموعة العمرية وبتحدد الاحتياجات بتاعت الناس دول، بيحبوا ايه وما بيحبوش ايه، وظروفهم الفسيولوجية، هل هم بيقدروا يمضغوا وما بيقدروش يمضغوا، هل دول فيهم حوامل ولا ما فيش، هل فيهم مرضى ولا ما فيش، وتبتدي تحدد الاحتياجات اليومية، ودي تبتدي غالبا بالتوتال كالوري. ممكن ناخد المجموعه دي بقى كمتوسط عام. عندي في المدينه الجامعيه شباب معظم اعمارهم تتراوح من 18 الى 22 سنه، فالفئه العمريه دي احتياجاتها في المتوسط بيبقى حوالي مثلا 2400 كيلو كالوري. وبالتالي بنقول 2400 كيلو في اليوم دول ممكن يا دوبك الولد، لان هو بيعمل مجهود وبيلعب رياضه وبيتحرك كتير، ممكن تزيد شويه مثلا نخليها 2600 كيلو كالوري في اليوم. ال 2600 كيلو كالوري دول في اليوم نقدر نقسمهم بقى، هياخدهم في كام وجبه؟ لو هو طفل بيروح الحضانه هي وجبه واحده، لو طالب في المدرسه بياخدها في وجبه واحده، لو في مدينه جامعيه بياخد ثلاث وجبات، فطار وغدا وعشاء. طيب في الفطار هياخد كام كيلو كالوري، وفي الغدا كام كيلو كالوري، وفي العشاء كام كيلو كالوري؟ دي بتتحسب ان الوجبه الرئيسيه، في بعض دول الوجبة الرئيسية عندها العشاء، وفي دول كتير قوي عربية الوجبة الرئيسية عندهم الغداء، واحنا منهم. فبقول ان الوجبة دي بتمثل 60% من احتياجاتي اليومية، هنا 10% من احتياجاتي اليومية، يبقى بقى هنا 30% في فترة العشاء. دي من ايه؟ الكيلو كالوري. فانا بقسم الكيلو كالوري اليومية دي التوتال ده على عدد الوجبات اللي هاخدها، ممكن دي تكون لها في وجبتين او في وجبه واحده. انا مفيش حد في الدنيا، لان الطفل اللي بيجي لي ده او الشاب اللي بيجي لي ده ما هو بياكل في البيت، فانا هديله وجبه من دول كام كيلو كالوري تحسبها. انا بقول ده ليه؟ لان حضرتك لو انت اشتغلت مدير تغذيه او اخصائي تغذيه او مشرف تغذيه في مدينه جامعيه، وجي نائب رئيس الجامعه او رئيس الجامعه طلب منك تعمل له برنامج عشان عاوز يحدد احتياجاتك في السنه، احنا عايزين ميزانيه يا ريس عشان خاطر هناكل الولاد بتوعنا طول السنه الجايه لغايه فتره الصيف، فمحتاجين كام مليون جنيه للموضوع ده، احنا عندنا كام الف طالب وطالبه، فدول محتاجين نحسب لهم بقى نعمل ازاي الكلام ده. فانا مطلوب مني في الاول ان انا اعمل الكام كيلو كالوري دول عشان احدد احتياجاتي على طول السنه من الاغذيه المختلفه والاطعمه المختلفه، الجاف والفريش والمحفوظ، واحسبها في ميزانيه عشان اعمل بيها مناقصه، عشان اشوف هترسي على مين، عشان ده اللي هنسال عليه العطله، ابتدي اخزن لي الاكل اللي عندي.
انت المشكله دي احنا اتكلمنا عليها في برنامج او في مقرر بتاع اداره التغذيه، لكن انا هنا بقى اصبحت الاكل عندي موجود وهبتدي اصرف منه عشان خاطر اعمل الدايت، يبقى انا هصرف للطالب ده كل يوم ال 2600 كيلو كالوري دول ازاي؟ على كام وجبه؟ ده اللي مطلوب مني دلوقتي، فعشان كده انا بقسمها بهذه الطريقه. 10% افطار، 30% على فكره ممكن تبقى 10 15 و30 دي هنا ال 25. لكن غالبا بتبقى وجبه الغداء هي فيها 60% من الكيلو كالوري بتوعي. دول بقى بقسمهم الكالوريز دول ال 60% من التوتال كالوريز دول اللي هنا في الوجبه دي، عايز عندي احتمال حاجتين، يا اما باخد ال 2600 كيلو كالوري دول واقسمهم الى كربوهيدرات وبروتين ودهون على مدار اليوم، يعني الكربوهيدرات دي هتبقى 55% وعندي 30% دهون، يبقى باقي عندي كام؟ 15% بروتين. ده بتوتك على شكل كربوهيدرات او بروتين او دهون. المطلوب مني بقى في الحاله دي احول ده الى اوزان، يعني ال 55% دول من 2600 يبقوا كام كيلو كالوري؟ انا معلش عشان الحساب فقط هبتدي، بس انا اقول 30%، 30 في 2600 يطلع كام؟ يبقى 3 في 6 ب 18، 8 في 1 2 في 3 في 6 1 يبقى 7، وهنا عندي 780، لان بضرب 30 في 2600 على 100 يديني 780 كيلو كالوري في اليوم مصدرهم من من الدهون، وال 15% بيبقوا بروتين، هيبقى تقريبا نص دول، هقسم دي على 2 يبقى 3 9 290 بروتين. لو طرحت مجموع دول من 2600 هيديني ال 55% كربوهيدرات اللي هي فوق هنا. يبقى هنا 0 و7 و3 10 0 1 على ال 1 2 و4 6 1. ادي ال 55% الباقيه، مجموع دول كلهم هيطلعوا 2600، دول كربوهيدرات. الكيلو كالوري اللي جايه من الكربوهيدرات. طيب الكيلو كالوري اللي جايه من الكربوهيدرات دي اللي هي ال 1430 دي، لو قسمتها على 4 يديني وزن الكربوهيدرات اللي انا المفروض استخدمها. يبقى كام؟ 1430 على 4 تقريبا 360 جرام كربوهيدرات. 360 جرام كربوهيدرات دي بقى اللي هياخدها الولد طول اليوم، فطار غدا عشاء كربوهيدرات. دي بقى تشمل سكر، عيش، مكرونه، رز. فلازم ابقى عارف كل واحده من دول، الرز ال 100 جرام منه، عفوا ال 100 جرام ارز مطهي فيها كام كيلو كالوري، ده من الجدول. طب والسكر اللي بحطه في الشاي المعلقه الواحده اللي هي 10 جرام بتدي 4 كيلو في 10 يديني 40 كيلو كالوري. يبقى انا قدرت احدد ياخد كام معلقه سكر واحطها له على شكل باكيته كده مثلا، كام رغيف عيش، كام معلقه رز، وهكذا. بعد كده دول اللي انا حسبتهم ككربوهيدرات هياخد منهم في الفطار قد ايه عيش، وقد ايه عيش في الظهر، وقد ايه عيش بالليل، او كيك او رز او مكرونه او بطاطس، هنا سكر او مربى او عسل، كل ده اتحسب على مدار اليوم. لو في عندنا فرصه للعملي او لمجال اكتر نحسبها بديتيلز اكتر، وهنحاول ان شاء الله لو في برضه محاضره اضافيه ناخد تفاصيل اكتر. اللي انا عايز اوصله لحضرتك وانت بتعمل التخطيط ده، انت في الاول هنا قسمت
عرفت الاول اديني ريكومنس، لازم تحسب لي الولد في السن ده المرحله العمريه دي بيحتاج كم كيلو كالوري، عشان دول هتصرفهم من المخازن، هتقسمهم الكيلو كالوريز دول على كربوهيدرات وبروتين ودهن طبقا للرولز بتاعتنا المعروفه اللي هي 55% و15% و30%، ودول عايز احول النسبه دي الى كالوريز اللي هي 55 في 2600 على 100، 15 في 2600 على 100، 30 في 2600 على 100، هيدي لك الثلاث كيلو كالوريز اللي المفروض من كل سورس من دول، من كل مصدر من دول. احول الكالوريز دي بتاعت الكربوهيدرات الى وزن ازاي؟ انا عارف ان كل كيلو كالوري من دول كل جرام من كيلو كالوري بيديني 4، يبقى ال 1430 دي تيجي من كام؟ فبقسم على 4 يديني وزن الكربوهيدرات اللي هو 360 جرام. ال 360 جرام دول عايز احولهم الى منتج عيش، سكر، ومربى الى اخره. هل استطيع من خلال الاوزان اللي هنا، لان عارف ان هو كل 100 جرام في الجدول عندك سكر بتدي 400 كيلو كالوري، هل انا محتاج 400 كيلو كالوري من السكر؟ واذا كان العسل مثلا كل 100 جرام عسل بيدي برضه 400، واذا كان عندي كل رغيف عيش كل رغيف بيدي مثلا 180 كيلو كالوري مثلا، هل اقدر بقى 360 جرام دول اوزعهم على الحاجات دي عشان احسب وزن السكر ووزن العسل ووزن العيش اللي انا اقدر استخدمه؟ عرفت الاوزان، يبقى انا محتاج مثلا هنا ثلاث رغيفه، ومحتاج علبه عسل صغيره 100 جرام، وعاوز مثلا سوري 50 جرام، وعايز 50 جرام مربى مثلا، وعايز رز 100 جرام. يبقى ثلاث رغيفه دول ممكن اقول له هياخد الصبح رغيف والظهر رغيف وبالليل رغيف، ولانه هياخد رز او هياخد مكرونه معاه في وجبه الغداء، وهي معلقه سكر هياخدها في كوبايه الشاي بتاعت الصبح، مش هديله شاي بالليل، لان ما تنساش الحاجات دي كلها بفلوس. وللاسف طبعا انتوا عارفين حضراتكم ان الطالب بيسكن في المدينه بمبلغ لا يغطي ابدا ربع او عشر تكلفته، فالدولة برضو بتحاول انها تقلل ده كمان على سوء الاستخدام، ان في طالب عندي بدل ما عاوز ياخد رغيف ياخد رغيفين او ياخد ثلاث رغيفة او ياخد اربعة رغيفة، ياكل منهم اثنين ورغيف تاني يمسح بيه الصينية عشان ينظفها وما يرميهاش، ويقطع رغيف تاني يرمي بيه زميله وهو قاعد. فاحنا بنعمل حساباتنا طبقا عشان كل واحد عارف، ولو ان طبعا في معظم الدول الاوروبية والاجنبيه مفيش حاجه ببلاش. الطالب حتى اللي مقيم في المدينه الجامعيه بيروح المدينه في ساعه ما يروح المطعم ساعه الغداء او في ساعه العشاء، وقدامه عده خيارات تبقى عنده وجبات مدعمه. الوجبه دي ب 2 يورو ودي ب 3 يورو ودي ب 5 يورو. ودي فيها فاكهه ودي ما فيهاش فاكهه، وده فيها عصير ودي ما فيهاش عصير، ودي فيها سلطه بس ودي فيها سلطه مع خضار، وفيها رز ودي من غير رز، وقدامه الاختيارات، ويخش على الكاشير يعبي الصينيه بتاعته من الوجبه اللي قدامه يحطها يمشي يروح دافع ال 2 يورو. هو طبعا الوجبه دي لو خدها بره هياخدها ب 7 8 يورو، بس الحكومه او الدوله بتوفرها له بسعر مخفض عشان يبقى عارف ان هو مساهم في المبلغ ده. لكن انا شفت بعيني طلبه بيخش ياخد العيش وهو خارج ياخد معاه رغيفين عشان احطهم عشان يتعشى بيهم، مش عايز يجي بالليل للمطبخ، وبعدين ناخد رغيف بيمسح بيه الصينيه عشان لسه هيروح على في زحمه على الصواني لسه هيغسلها وبتاع، وحاجات من دي مقاس كتير. وفي واحد تاني بياخد رز قد كده هو عايز يشوف الصينيه قدامه مليانه رز، مش مهم هياكله ولا لا، هياكل منه نص الكميه وبعد كده يشبع وبعد كده يروح يرميه في الزباله. كل هذه سلوكيات مرفوضه. فانا كاخصائي تغذيه لازم احافظ على اموال الدوله، ولازم ابقى عارف لو طلب مني ان انا اقترح برنامج اعمله ازاي. نيجي بقى نخطط مع بعض ازاي نعمل جدول عشان الطلبه تمشي عليه، عشان انا لما هديه للطالب يبقى عارف هو هياكل ايه يوم ايه، او اديه للشيف تحت عشان خاطر لما يجي يطبخ يبقى عارف هو جاهز الوجبه دي شكلها ايه، ويبقى عندي في الدفتر بتاعي معروف ان انا الجدول بتاعي الكلام ده بيتم مثلا بصوره اسبوعيه صوره عشريه. يعني ايه عشريه ويعني ايه اسبوعيه؟ الجدول الاسبوعي انا بعمل الجدول الاسبوعي يبتدي من يوم السبت
سبت احد اثنين ثلاث لغايه يوم الجمعه، وبعمل فيه ثلاث وجبات بتوعي، فطار غدا عشاء، وبحط عندي في الوجبات اللي هقدمها له في الفطار. شاي في الغدا عارف 100 جرام رز، نص رغيف، 100 جرام خضار مطهي، قطعة فاكهة، علبة عصير. في العشاء كوب زبادي وبيضة ونص رغيف. الخضار هنا مثلا كان بسلة، كان فاصوليا وهكذا، هنا كان فول. فبحط البرنامج ده على مدى الأسبوع، بس اللي بحطه في اليوم السبت المفروض ما اكرروش يوم الاحد او يوم الاثنين، ممكن اكرره الثلاث لغايه يوم الجمعه وهكذا. لقوا ان الموضوع ده بيأثر سيكولوجيا مش حلو وبيعمل مشاكل، فقالوا نعمل النظام العشري، ان احنا بنعمل السبت حد اثنين ثلاث اربع خميس جمعه سبت حد، وابتدي يوم الاثنين اللي بعده، يبقى هنا 10 ايام، واعمل الجدول بتاعي على هذا الاساس. هنا المشكلة ان حضرتك ان الطالب عارف كل يوم سبت عنده بتنجان، كل يوم حد عنده ملوخية، كل يوم اثنين عنده بامية، كل يوم ثلاثة عنده عدس، بقت مملة. هي دي بتريح المطبخ لكن الطالب او العميل بيزهق من تكرار الاكل في نفس اليوم. فعشان كده هنا ما بيعمل الجدول الجديد سبت حد اثنين ثلاثة اربعة، عمر ما هيجي يوم السبت ده زي السبت اللي بعده، ولا يوم الاثنين زي يوم الاثنين اللي بعده. فدي بس حته عشان يكسر فيها الملل، وبعدين في نفس الوقت عمليه الصرف من المخزن، يبقى هو الراجل عامل حسابه على 10 ايام، فشايل احتياجاته بتاعت 10 ايام عنده، او بيصرفها يوميا، الديبينس عليه هو هيعمل برنامج ازاي. وعنده بقى ايه الفاكهه الاسبوعيه، مش هيبقى كل يوم بلح او كل يوم برتقان او كل يوم موز. فدي برامج بتتحط بتراعي سيكولوجية الطالب وبتراعي سهولة العمل ويسره. وفي نفس الوقت زي ما اتفقنا بنحط الثلاث وجبات، بنحط فيهم البدائل، وبحيث بنراعي في التكرار ان ما يتكررش نفس الاكل في نفس اليوم ما عدا العيش. يعني العيش هيتكرر بس ما يبقاش فول الصبح وفول الظهر وفول بالليل، او فول الصبح وبالليل. تمام؟ ما يبقاش الخضار بتاع النهارده في الظهر مثلا بسله، وبكره بسله، وبعده بسله، وبعده باميه. لا، غير بقى هنا بسله، هنا مره لحمه، مره لحمه، مره فراخ، مره لحمه، مره سمك، مره فراخ، وهكذا. فعمليه البدائل هنا بتدي لك فرصه انك تنوع في الاشكال في الاكل اللي انت بتديه. يفضل عدم التكرار الا في الحاجات الاساسيه فقط. يعني هو متعود ياخد كل يوم شاي بلبن الصبح، خلاص ماشي. عيش مفيش العيش مفيهوش مشاكل. في طلبه بتحب تاكل فول، بس هل لو جبت لهم عدس مره يعمل مشكله؟ هل لو جربت تدي مثلا فاصوليا الصبح يدي مشكله؟ فدي بتراعي الفود هابتس. في طلبه ما تحبش تفطر فاصوليا اهو بسله، لكن بره على فكره دي حاجه عاديه جدا، وممكن ياخد معاها سجق سوسج مثلا، او بيض مقلي، او بيض مسلوق. فهنا الاخصائي بتاع التغذيه او استشاري التغذيه بصفه عامه لازم يبقى عنده باك جراوند اللي على اساسه بيتم اختيار هذه او وضع هذه الجداول طبقا للكيلو كالوريز اللي حاططها، من حيث الكميه كم ونوع وتكرار. يبقى دول حاجات اساسيه. ده طبعا لا نختلف بالمره على الكواليتي اللي هي جوده الاكل اللي طالع يتاكل ولا ما يتاكلش، وعلى جوده الطهي بتاعته، وعلى السيفتي بتاع هذا المنتج. فاكرين لما قلنا لما جينا نعمل سلطه مثلا في وجبه الغداء قدم له سلطه، والناس كانت بتشتغل في اليوم ده فراخ، وقلنا ان ممكن يحصل كروس كونتامينيشن من الفراخ للسلطه، ودي ما تتسخنش ويحصل سالمونيلا، ويرجعوا لك الحق الطلبه استلموهم في المدينه الجامعيه، ومش عارفين السبب ايه. ممكن قوي يكون الناس اللي شغاله في الفراخ مسكت الفراخ بايديها، وبعد كده مسكت السلطه وقطعت السلطه وحطيتها في الاطباق من غير ما تغسل ايديها. فهنا بنراعي حاجات اساسيه، الجزء بتاع السيفتي ده مفيش خلاف عليه. الجزء بتاع الكواليتي يبقى في توصيه خاصه من الطاهي، ونقدر نعرف الكلام ده من الكوتشينير، مفيش ما يمنع ان احنا كل شهر مره الناس تطلع راي الطلبه او الزوار او النزلاء،
في طبيعة الأكل. وبيحصل كمان في المستشفيات إن بعد كل وجبة بيطلع يسأل الست اللي بتسحب الصينية بالأكل، بتسأل المريض إيه رأيك في الأكل؟ حلو؟ بارد؟ سخن؟ وحش؟ نغير؟ مش مظبوط؟ مش مستوي؟ ده مهم جدا. وبالرأي كمان الحتة بقى بتاعت الكم، بتاعت كمية الأكل الموجودة تكفي الاحتياجات أو التوصيات اللي إحنا بنقول عليها. النوعية هنا متناسبة مع العادات الغذائية بتاعتنا. يعني هتلاحظ مثلا جامعة اسكندرية تحب دايما في الوجبات بتاعتها تقدم للناس سمك في الوجبات، لأن الناس الاسكندرانية أو السويسة بيحبوا قوي إن هم ياكلوا سمك، فيبقى دي الوجبة الرئيسية. بينما في مصر بيبقى أو في القاهرة بيبقى اللحوم بالنسبة لهم مهمة، لو رحتوا جامعة الفيوم الفراخ عندهم أكثر أهمية وهكذا. كمان بقى التكرار، قلنا عدم تكرار الوجبة في نفس اليوم أو يومين متتاليين، دي مهمة جدا جدا في عملية تخطيط البرامج بتاعة التغذية. ان شاء الله هنكمل معاكم باذن الله ما يستجد، ونشكركم على حسن الاستماع، وان شاء الله لنا لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.